يلا عبالكم فيلم لبناني بالسينما اللبنانيه بدور السينما. حلو انه من اول ما نزل هالفيلم من اول نهار له حقق على شباك التذاكر يعني ريكار. بتصور صارت الصحافه تقول في تظاهره بدور السينما على يلا عقبالكم ويلا عقبالكم كلكم بس تكونوا عم تنقوا منيح صحيح؟ هلا هو السنجل ماري ديفورس يلا عقبالكم سنجل ماري ديفورس يلا عقبالكم فانا قاعده وحده. بونجور نبال عرقجي بونجور جوليا قصار بونجور صباح الخير شكرا لوجودكم نهار الاحد معنا. ايه اكيد صبحيه صبحيه ولا ظهريه شو بسموها؟ How's it going? It's going very well. يعني 10 ايام 34,000 انتريز عم نكمل لقدام ان شاء الله. شو اكثر كومنت عم تسمعوه من الناس؟ عم نسمع كثير انه العالم كثير مبسوطه بالفيلم لانه حاسين انه بيشبههم انه عم بيشوفوا حالهم بهالفيلم عم بيشوفوا قصه حياتهم وكثير واقعين. جوليا قصار ليش اشتركتي بهالفيلم؟ يعني كل الصبايا الثانيين عرفت استوعبت كل وحده ليش يعني او توقعت ما اكيد ما عرفت توقعت ليش كل وحده عم تشترك بالفيلم بس بالتحديد جوليا قصار ليش اشتركت بهذا الفيلم؟ اول شيء انا حبيت كثير فيلم قصه ثواني كيف كتبته ومثلت فيه وكمان انتجتي نيبال كان عندي اعجاب بكتابتها باول مستوى والتقينا مره وعلى البحر اذا بتتذكري إيه. يلا بدنا نحكي عن فيلم عن العزابه انا انبسطت قلت هي ايه اوكي اوكي طلعت بالاخر ام بس لما رجعت حكيت لي عن الام كان بيضحك بشكل كنت بعد ما قريت الناس قالت لي هدول المشاهد ما بشوف غير انت عم تلعبيهم قبل ما اقرا النص ديجا بس هي شوي مهستره موافقه شوي بس فظيعه سيرتها الحيحه جنونه على بنتها والدليل يعني هلا وين ما بلتقى كل الاجيال النساء يعني مش بس البنات اللي بعمر الزواج يلا بيروحوا بيقولوا لاهاليهم روحوا شايفينكم بهالفيلم روحوا شوفوا حالكم بهالفيلم يعني بل قصه ثواني او يعني يلا عقبالكم اثنيناتهم يعني بفوتوا هيك لحتى للواقع الحقيقي 100% هيدا الخط اللي عم تاخذيه هذا اللي انا بحب اعمله يعني يمكن ما بعرف اكتب فيلم اورور او ساينس فيكشن تفاصيل واقعيه جدا ايه لانه بتطلع كثير على العالم يعني مرات تلاقيني بقعد بكافيات بتسمع بشوف شو عم يحكوا ايه يعني ما بخترع شيء بتطلع وبكتب في مشكله بالبلد يعني هل يلا عقبالكم قد ما بنسمعها كل ما حدا بيروح على عرس كل ما بيرجع وبيحكي عن حدا موضوع يعني شائع بس كأنتو كان يعني النساء بعتقد بيعانوا منه اكثر من الرجال مع انه الرجال كمان بيعانوا منه بس النساء شغله يعني من الاشياء اللي خلص من عمر لعمر ما مش معقول خصوصا لما بتقطع 30 ويلا مين جوز قبل 30 هلا انا معك شو حتى تعمل قبل 30 ما مشكل بس العالم هيك وما بتخلص منهم يعني يلا عقبالكم امتى حنفرح منك وزمتي وجوزتي طب امتى حجيبي لنا بيبي وامتى ثاني مثلا جمعتين جوزي فاي مش ما بتخلص المجتمع هيك مجتمع هيك لا الحلو انه النساء اللي بيتزوجوا بيصير بيتضايقوا من الشغله لما بيتزوجوا بيصيروا كمان بيصيروا يعملوا نفس الشيء مثل شو اسمها الام بيعيل عقبالكم شو اسمك منى 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 مثل منى وتحيه ايه. لكل المنى امي اسمها منى كمان كمان خمس منى يعني عن جد عندها نوع من الستيريا يعني شو بدك تبيني بدك تبيني انه مش ممكن ام حتى لو ما بينت انها ما تكون بنتها تزوجت بعمر معين وما تكون بلشت تهستر شوفي كلهم شوي مهسرين لما اولادهم ما بيكونوا مجوزين في منهم بيخلص بيفضوا الامل ات سام بوينت بس البيرسوناج تبع جوليا انا بلاقيه من اهضم كاركتير بالفيلم يعني شفت حضر الفيلم شي 70 مره بين المونتاج وكل المرحله تاع الفيلم بشهاده الكل على كل حال بس بعدني لهلا بشوفه كل ما تشوف المشهد تاعولها بعدني لهلا بضحك مع انه عامل لك حفظته بس كتبتي كتبته ايه ليلي بعد ما حضروا الفيلم رح نحضر تريلر سوا ونرجع نحكي عن الشخصيات وكيف كان العمل خلال هالخمس سنين حضور عم بيكون نساء عم بيكون رجال اكثر من نساء اكيد اكيد مطلقه ضايعه مش عارف شو بدها تعمل العزبه عم تفتش على عريس لشو الزواج وين مخبي وجه الناس؟ كلهم رح يسألوني ليش بنتك اللي صارت قد الجحشة وبعد ما تجوزت، لا لا ماما بشرفك كل يوم دراما هيك؟ قديش مول يعني؟
قديش مول؟ قديش مول؟ لا 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 قديش صار لك معهم؟ سنة؟ سنتين؟ ما حلك تفهم انه ما بدش سيريس الزلمة؟ سنة بيجي من مصر على بيروت كل ويك اند، مانو سيريس؟ حبيبي ان شاء الله، بس خلينا ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي، اوكي؟ ما تزعليش. ردي؟ ابدا، بس يلا، امرك لله. ليان شعراتك كثير حلوين، شو مغيرة فيهم؟ ماشي، زيتين شوي. شادي شو عم تعمل؟ فادي حياتي. حبيبتي أنا ماني مثليك. مثلي؟ كيف مثلي يعني؟ يعني ما بنام مع واحد صار لي 2.5 معرفة عليه. على قليل بتربحي وقت حبيبتي. ما تحملي هم شي حياتي. مش طايقته. مين هيدا؟ نشيل اللي عندي. لك عندك مغناطيس للمجدين، مين ما بقول لك تشفت تقولي له مش؟ ليان خلينا نكون واضحين، لا انا حاترك مرتك رمال حدا ولا هو حيترك مرتك رمالي. انا بدي اولاد، بدي شخص يصير ان شاء الله يمسح الارض. ما في غير بتقلي روقي وانطري وحاتركها. على مين عم تضحك؟ نحن منفصلين بس بعدنا عايشين سوا. لا نحن منفصلين بس بعدني بسافر مع مرتي. لا أحلى وحدة، نحن منفصلين بس لسه نظهر على كل الدهرات سوا. لا لا فيها، نحن منفصلين بس ما حنطلق كرمال لولا. حرام كيس المنفصلين. كيس المنفصلين. لا لأنه صارت موضة، كل ما تتعرف على واحد هلا مش إذا بده يجرب هيك يشدك أو أنا منفصل. يعني اول كلمه طيب بس انه منفصلين بس انه بعضكم عايشين مع بعض. قال لي ايه عايشين مع بتعرفي كرمال الاولاد والعائله وما فينا وبدنا نمثل نوبل. طيب بس انه بعضكم بنفس الاوضه. ايه ما بتعرفي الاولاد ما فيهم اذا وعيوا بالليل ما حيفهموا لي بابا هون وماما هون. طيب بس وبعضكم عم تسافروا مع بعض. ايه ما مش كيس المنفصلين شو بدي اقول لك؟ بال هيدي الجرأه سوري كاتي، هيدي الجرأه اللي لما بتقولها يعني الممثله بتقولها لما هالدور بيقول بيحكي عن هالاشياء لان امور مضبوطه وبتصير وبنسمعها. في مشكله تنقال على يعني بالسينما بصالات سينما ناس بتلاقي انه اف اف شو كيف بتحكي هيك مثلا؟ بالعكس لا بالعكس الناس عم تتلقى وعم بتحب لانها عم تنقال وعم تنقال بشكل طبيعي. يعني اي انسان ممكن مارق بذات شيء ويمكن قايلها بعده ورجع اجى شايفها بس بغير ظرف. اكيد فينا نقول انه الدرامية تبعها لانه اكيد اذا بدك تفكر فيها دراما وحده تضل على الان بانسان مجوز ويحكيها هالتفاصيل. صحيح. يعني مرقوا فيها بس هون بشكل خفيف منه مأذي بيضحك على المصيبه اذا بدك. يعني كثير كانوا بيقولوا لنا انه على القليلة أول فيلم مش عم نضحك على حالنا ومش عم نتخبى ورا أصبعنا عم نقول الأشياء مثل ما هني. بس كمان نحن تقدمنا يعني بحرية التعبير وحرية إنه نقول يلي عم نحس فيه لأنه أكيد هول هالأربع صبايا هالأربع سيدات منهم هن بس الموجودين بالمجتمع، في كمان غير إكزامبلز بس نحن عم نحكي عن هول. ولكن هل ما في حدا ما مرق بهالفترة بطريقة أو بأخرى؟ شوفي آخر نهار الفيلم يحكي عن حب وعلاقات كلنا حبينا وكلنا فتنا بالحياة وكلنا تضايقنا وأنت كذبتي عليه وهو كذب عليك، يعني كلنا مرقنا فيهم مش بس جوليا قصار. يعني اذا عم نحكي عن 20 سنه لورا يمكن ما كنتوا بتقدروا تقولوا نفس الشيء، ما في كان جرأة. هيدا اللي بتصور عم يحكي عنها البير. انا بقول نفس الشيء من 20 سنه في رد. انا تفضلي. لا سوري يعني كنت عم بقوله تحت الهواء للبير. نو 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 السينما السينما حقيقيه واقعيه مش قصه من بالعكس بالسينما اللبنانيه صار في جرأة كثير مهمه بكثير سيناريوهات بس هون يمكن لانه تنقى موضوع كثير قريب الناس وبهالبساطة. هاي يعني مثل ما قالت ما تخبت ورا الكلمات، يعني هاي الكلمة بتنقال قالتها. لا الجرأة والحمد لله انه الجرأة موجودة بس
السينما اللبنانية. ليه؟ لأنه بالتلفزيون ما عنا هيدي، في عنا التجميل الأشياء بالتلفزيون، أو منعالج مواضيع لا بتعنينا لا من قريب ولا من بعيد. في فصل بين المشاهد بالتلفزيون وبين المشاهد، في فصل كتير كبير. بينما بالسينما إذا ما كانت واقعية، إذا ما بتحكي عن المحيط اللي أنت عايش فيه، المشاكل اللي أنت عايش فيها، يعني بطلت السينما، ما بتأدي دورة، ما إيه التغى دور السينما. كيف قطعوا هالخمس أسابيع التصوير؟ وين كنتوا؟ وين كنتوا عم تصوروا العمل؟ هلا بنحكي كمان عن الممثلين اللي انضموا لكم كمان. إيه لأنه في كتير عالم هالفيلم جنن وفريق رائع. صورنا خمس أسابيع كله ببيروت، كان بدنا نفرجي هيك بيروت بالصيفية على البحر على السبورتينج، في كتير أشياء بيصيروا هناك. أماكن اللي بنروح عليها عادة. الكاستينج ما كان هين، بس الكاستينج كتير ناجح. يعني إن كان بالميل كاركترز أو الفيميل كاركترز، اثنيناتهم فعلا كانوا كتير ناجحين، يعني والصبايا مقتنعين كتير بأدوارهم. يعني في ندى أبو فرحات، في دارين حمزة، في جوليا، في مروة خليل، في يارا أبو حيدر. الشباب عندنا بديع أبو شقرة، ماريو باسيل، شرب الزيادة. منحس في سهولة. أيمن كيسوني كمان من مصر. منحس في سهولة بالأداء، وكأنه ما كان في صعوبة يعني لإدارة الممثلين، كأنه. نو تعرفي ما كان في عنا هالدراما كوين أون سيت، أو يعني الإيجو ما كان موجود. وهيدي كانت. وفي مخرج كمان تحية لإله، إلي خليفة، اللي كمان معروف بالكوميديا اللي هو بيشتغلها بالسينما بالأفلام القصيرة، وحتى مرة عنده فيلم طويل كمان ينوصل. وإنه كمان بفتكر اللي عملت اختيار مثل ما بيقولوا موفق. جابت كل شخص يكون بمطرحه، وبفتكر هيدي هالجمعة هيدي خلقت كيمياء بين الفريق كله. كان فظيع، حتى فريق الانتاج اللي كان موجود كانوا فظيعين. كيف اخترتيهم نبال؟ يعني كيف فكرت بهالشخصية وبهالشخصية لهالادوار؟ هلا كنا عم نحكي انه في ممثلين رجال كمان، بس شيء اكيد انه الفيلم بيحضروا رجال ونساء، بس ان النساء يلي بالواجهة، النساء يلي عندهم الادوار. لا في مشاكل، حتى في شاب من الشباب عامل في امه ذات الشيء مثل ما انا بعمل بدارين حمزه بالمشهد، مش بيقول لها انا يلا بسيرهم هلا عم بدبروا لي عروس، بس انا بحب وحده بغير مطرح. يعني نو بيعانوا ذات الضغوط الشباب بالفيلم. شوف الممثلات كانوا، يعني كنت شايفه كل شخص لكل كاركتير، فحكيتهم وكلهم قالوا لي ايه. طيب القصه قبل ولا الجامعه قبل ولا شو اللي بلش قبل؟ لا كتبت قبل. ولا يعني الفكره بدك تعالجيها؟ ايه. ليه؟ مش في معاناه عم تشوفيها؟ لا لانه عن جد بيهلكون هالعالم بهذا الموضوع، فقلت يمكن فينا نعمل شيء مهضوم، بس مهضوم وسيريس بذات الوقت. يعني منه فيلم كوميدي حتضحكي ساعه ونص من الاول للاخر، في كمان بارت دراما، وفي اشياء حيدي انه بيبينوا قد ايه نحن بنتضايق. بس فعشان هيك كنت بديع ابو شقرة وماريو باسيل بالفيلم عن جد كمان اخذين مطرح كثير مهم. هلا ماريو باسيل كنا عم نحكي قبل شوي قد ايه يعني بدك تقدر تشيليه من الكاركتر تبعه، هو كاركتر بحد ذاته يعني ماريو، تحيه له على كل حال، وتشيليه من هالكاركتر وتفوتيه بكاركتر مختلف كليا. هلا اكيد عنده قدره تمثيليه، ولكن طبعاً كيف الجمهور راح يشوفه بغير كاركتر؟ شوف بدي لك شغله، كل العالم شافت ماريو بغير عين، وانا كثير مبسوطه لانه هذا اكزاكتلي كان بدي اياه. كان بدي فرجي انه ماريو اول شيء ممثل، مش بس ستاند اب كوميديان، وبتعرفي الستيل تبع ماريو والحركات شوي فيه. ماريو إلي توشان، يعني بتشوفيه بتجي لتعبطيه وبتقولي ياي شو هالزلمه بدي اياه بعد شوي. وكثير العالم عم بيحبوا ماريو وتمثيله بهذا الفيلم. وبديع فظيع، يعني شو بدي لك عن بديع؟ يعني فبديع بيكون مجوز وانا مغرومه فيه ومقتنع حيترك مرته كرمالي. بس ما خلينا نرجع على موضوع قصه نوكي من بتعانوا فيه كنساء، بس انت شخصيا يعني قديش عانيتي او قديش اخذتي من الاشياء اللي بتصير حواليك؟ قد ايش مزبوطه صراحه حواليك كتبتيها؟ ما في شيء اخترعته بالفيلم. كل القصص حتى النكت حتى هذا كله يا مواقف صايره حواليك، يا ما عالم حواليي. وقد ايه زادوا الممثلين؟ يعني لما قريتوا السكريبت
كمان من تجربتكم بالمجتمع. انا مره حدا قال لي هيك ومره سمعت يعني كمان عندكم كان بتصور هي هون بتجي على طريقه اللعب بيزيد الممثل يعني النص ديجا فيه كثير اشياء يعني انك تأدي النص مثل ما مكتوب. انا بالنسبه لي كان كثير محفز اشتغله. النص ذكي مهضوم خفيف ما فيه اي ادعاء. هيدي كانت انطلاقتنا منه. بس هلا كيف طريقه نمثله كيف نزيد تفاصيل بالتمثيل اكيد هي التسليه. ما بيكمل النص غير لما يصير مع الممثل لما يصير مع المخرج. وما بيكمل اكثر غير ما يصير مع مين؟ معنا نحن مع الجمهور. بس شو اللي اثر بهالفيلم دورك كوميدي بامتياز؟ طبعا يعني قد ما حقيقي يعني حقيقي. ليه اوقات بنضحك قد ما بنكون مرئين بالشيء. يعني انا ما افتعلت ابدا ما افتعلت انه العب انه لا هيدا دور كوميك. انه كيف كل ام بتتصرف لما بتشوف بنتها يعني قفت العتبة 30 وبعدها كاسدة بالبيت. بس هيك يعني ما بصيروا موجودين فيك هالاشياء. يعني ما بدك كثير تتمثليهم لانه بتشوفيهم كل يوم عند جارتك عند مزبوط بيضحكوا. بس ما بعرف فينا نقول الكوميك لانه بتشوفي هالشخصية يعني لا بتتقربي من يعني هاي الشخصية بتحبيها. هيدي الأم اللي بتلتقى بك البيت هيدي حدا يعني مزبوط بيضحك الموقف بس كله محبة وكله هلا بالنهايه يعني الام او الاهل لما بتعمل هالكريزه يعني بنظرهم هيدا السعاده لبنتهم. اخر نهار بيقولوا لك بس شو نحن شو بدنا ليه بدنا اياك تتجوزي كرمال نعرف انه نحن ما حنضلنا عايشين شيء لحالنا. اذا صرنا شيء بنعرف انه في حدا عم يهتم فيك هيك بنعطي لكل واحد حقه. بتعطونا حقنا هلا اذا بتمضوا لنا على الول اوف فيم؟ اكيد تفضلوا تفضلوا. نحن بهالوقت نرجع بنذكر المشاهدين انه الفيلم بالصالات حاليا عم بكسر ارقام من ناحيه الحضور. فا انجوي ات عقبالكم تحضروا اذا بعد ما حضرتوا. متوقعه هالاقبال نيفال؟ شوفي صراحه كثير مبسوطه. ما كنت مفكره هالقد هالقد حينجح. بس ما كان لازم بركي نعمل لهم قول جديد او بدنا يعني لون ثاني في لون ثاني هيك يبين شيء اخضر شيء هيك هون هيك شو رايك؟ فوالا. شفت القلب ببين شو ما كان لونه. شكرا لكم. نرجع نذكر لكن انه الفيلم بالصالات اللبنانيه. يلا عقبالكم كلكم لانه عليه اقبال كثير. بس ليش ترجمتي يلا عقبالكم سنجل ماريد ديفورس؟ نحن بلشنا لما كتبته كان سنجل ماريد ديفورس. لما ترجمناه على العربي كان اعزب مجوز مطلع. لقيناها شوي ثقيله هيك بلش. يلا عقبالكم لقيناها هيك اقدم. أنا أول شيء عرضت قلت لها لا هيداك أحلى. بس تبين إنه يلا طيب ليش بلشتي سنجل مارد ديفورس؟ لأنه ثلاث حالات فيها ثلاث فيها مشاكل. يعني إنه مش بس العزاب لأنه حالة مبسوط يعني مبسوط. سنجل بده يتجوز المجوز ولف بس نسيتها حالة كثير مهمة. It's complicated. It's complicated. تاني واحد اللي مش عارف عنه. تاني واحد. هلا كثير يعني في كثير آراء وكثير كمان ناس قالوا إنه لا مش هيك نحن بالمجتمع اللبناني مش هالقد يعني أوبن البنات ومش هالقد بيظهروا. في ناس بالمجتمع هيك. في من هيك وفي من هيك. ومش يعني عيب ومش غلط ومش. بلكي بالبارت 2 بنشوف كمان. عالم مسافرين اكثر وما عارف اشخاص ثانيين قصص ثانيين مشاكل ثانيه ويمكن ما يكونوا متحررات كمان ذات الشيء. ولكن ما في شك انه المراه الغير متزوجه بتعاني ضغوطات يعني هي بغنى عنها وما بتستاهل انه تعاني كل هالضغوطات. بالوقت بالحياه في كثير اشياء ثانيه نعملها غير الزواج يعني. هيدي شغله لازم تكون تبين عليها. الناس اللي بتقول انه مثلا هيدا ما بيمثل كل بني تعال اكتبوا قصه ثانيه بتحكي عن غير قصص لان احنا عندنا كثير قصص نخبرها وخليها كل خبريه تكون مختلفه كليا عن الثانيه يعني. وهذا اللي بيغني السينما عنا كمان 100%. جوليا قصرني بالعرقجه. شكرا لكم. اكيد رح نشكره. هذا الفيلم حلو ينحضر هيك جروبات لانه يعني النقاش على الفيلم والتفاعل مع الفيلم. بدك تشوفي انت الحديث شوفي بعد الفيلم. لازم الكاميرا تفلت على الناس بعد الفيلم. بركي لازم فيلم ثاني فيلم مختلف. سيانسات بس للعزابه هيك كمان بيقدروا يتعرفوا. في واحد مجوز قال لي نيفال خربتي لي بيتي كل ما بدها هلا صارت مرتي بدها تشيك بتليفوني لوين رايح كيف. لا ما بدنا توصل للاشياء لهالحدود. شكرا لكم. نحن رح ناخذ وقت نرجع نتابع لايف مع واتسون ام تي في.